انتقلت بتاريخ 9/11/1986 وأخلي سبيلي بتاريخ 13/11/2001، أي أنني أمضيت في السجن مدة 15 سنة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث الموالي للعراق. أريد أن أشير في البداية إلى مسألة ربما تكون في غاية الأهمية، وهي أنني أنتمي إلى جيل هو جيل الستينيات كما يقال. هذا الجيل الذي بدأ يتفتح وعيه في بداية الثمانينيات، فتح أبناء جيلي وأنا من بينهم أعينهم على مشهد عاصف تشهده سوريا والوطن العربي بشكل عام. لقد كان العرب آنذاك ما يزالون يعيشون تداعيات هزيمة حزيران عام 1967، وكانت الإيديولوجيات التقليدية بمعظمها يعني الإسلامية والقومية والماركسية ما تزال تتقاذف التهم فيما بينها، ولا تدري أنها كانت تعيش مرحلة شيخوختها وترهلها. على المستوى الداخلي السوري لم يكن اختيار المرء للعمل السياسي، وأعني العمل السياسي السري الذي ينطوي على مناهضة السلطة، ولكن أستطيع القول هناك ثلاثة أحداث كان لها دور رئيس في انتمائي إلى تلك الجهة دون غيرها أو اختياري لهذا المسار السياسي. لعل الحدث الأول هو المواجهة بين الشعب السوري وبين نظام حافظ الأسد آنذاك، لأن هذه المواجهة صحيح انطلقت شرارتها بين الإخوان المسلمين والسلطة، ولكن تداعياتها طالت الشعب السوري بعمومه. المسألة الأخرى هي المواجهة أيضا بين نظام حافظ الأسد ومنظمة التحرير الفلسطينية وهجومه على المخيمات الفلسطينية سواء في بيروت أو في طرابلس وتآمره على قضية الشعب الفلسطيني. العامل الثالث أو المسألة الثالثة هي الحرب العراقية الإيرانية التي انطلقت في أيلول من عام 1980، وكانت يعني هذه بداية صعود الخميني إلى السلطة. هذه المواجهة التي كانت أو التي شهدت انسحاب حافظ الأسد من المظلة العربية ودخوله في المظلة الإيرانية، أي في المظلة الفارسية. تهمة بعث العراق، هذا المصطلح مصطلح ذو طيف واسع جدا، وهي تهمة مطاطة يعني كما يقال، وهي لا تطال من له انتماء حزبي فعلي فقط، وإنما تطال كل من له صلة بالعراق مهما كانت هذه الصلة حتى عابر السبيل. يعني من ذهب إلى العراق وأقام فيها فترة من الزمن إذا وقع بين يدي المخابرات السورية فهو من بعث العراق، ومن له أقارب في العراق وزارهم مرة واحدة كذلك ستطاله هذه التهمة. من كان يدرس في العراق سوف تطاله هذه التهمة. أحيانا التقينا في السجن بمواطنين ليسوا سوريين، هم إما أن يكونوا عرب من السودان أو من الأردن أو أحيانا أجانب مجرد عبروا العراق ثم جاءوا إلى سوريا، ورأت المخابرات أن جواز سفرهم قد أشير إليه أنهم مروا بالعراق، فهؤلاء يخضعون للتوقيف والسجن، وأحيانا السجن الذي يطول أكثر من سنة بتهمة بعث العراق. ثم إننا أحيانا في السجن نرى معتقلين كثر، هؤلاء جاءوا إلى السجن إما بتقرير كيدي أو إما أنهم يعني قالوا كلمة ما عن السلطة.
هؤلاء يبحث المخابرات داخل السجن عن تصنيف لهم، تصنيف حزبي، فلا يجدون، فيقولون هؤلاء هم جماعة العراق. حتى يعني بات يقال أن هذه التهمة هي تهمة من لا تهمة له. السبب في ذلك أن هذه التهمة هي ليست تهمة سياسية وليست تهمة إيديولوجية، وإنما هي في الأصل تهمة أمنية. وأعني بذلك أن العراق بالنسبة إلى حافظ الأسد آنذاك هو كالكابوس. حافظ الأسد يعتبر أن الخطر الأول والأخير سوف يأتيه من العراق وليس من أي طرف آخر. المفارقات العجيبة أننا رأينا معتقلين في السجن تحت هذه التهمة بعث العراق، وهم ليسوا منحازين إلى العراق بل على موقف عدائي مع الحكومة العراقية من الناحية السياسية ومن الناحية الإيديولوجية، ومع ذلك كان النظام يعني يصر على هذه التسمية. مرحلة الاعتقال كانت أو قد خضعت لثلاث مراحل من حيث الجغرافيا. المرحلة الأولى هي مرحلة سجن حلب المركزي، وهي المرحلة التي تلت مرحلة التحقيق. هذه الفترة نستطيع أن نسميها هي مرحلة لا استقرار. لا استقرار من جهة أننا لم نكن نتوقع أننا سنمكث طويلا في سجن حلب المركزي، لأنه لم يسبق لسلطات الأسد وأن أبقت معتقلين ينتمون لبعث العراق في السجون المدنية، كانت تحيلهم إلى سجن تدمر مباشرة. يعني معاملة نظام للمعتقلين لم تكن هي متماثلة، فمعاملة الإخوان المسلمين وبعث العراق كانت ربما هي الأكثر قسوة أو أكثر بطشا. فهؤلاء كانوا يودعون في سجن تدمر، وعن بقية الأحزاب تختلف يعني المعاملة، ربما يبقون في السجون المدنية. لذلك ظل يعني بقينا فترة في سجن حلب المركزي، ويعني كنا ننتظر متى سيتم ترحيلنا إلى تدمر. هذه المرحلة كما قلت هي مرحلة القلق، مرحلة الانتظار. ربما أيضا ما زاد هذا القلق هو حرماننا من الزيارة، أي في عندما كنا في سجن حلب المركزي بقينا في حلب 5 سنوات. طيلة هذه السنوات الخمس مرة واحدة سمح لنا برؤية أهلنا وذوينا. في نهاية 91 في شهر كانون أول عام 91 أصدر حافظ الأسد مرسوما بالإفراج عن عدد من المعتقلين حوالي 2900 معتقل. طبعاً خرجوا، أكثرهم كان من الإسلاميين وقسم من غير الإسلاميين. بقينا في الجناح آنذاك 18 شخص ما طالنا العفو. 18 شخص طبعاً من كافة الجهات، يعني ليس من صنف واحد. سجن عدرا مكثت فيه مدة 4 سنوات. هذه الفترة ربما كانت هي نسميها يعني مجازا هي الفترة الذهبية في السجن، على أساس يعني مقارنة بغيرها من السيء إلى الأكثر سوءا. في سجن تدمر لا وجود لحرمة الكائن البشري على الإطلاق، لا وجود لأي رادع إنساني على الإطلاق. أنت مجرد رقم. مفردات التعذيب والشقاء في سجن تدمر يعني حكي عنها الكثير، وهي أكثر من أن تعد وتحصى. يعني أنت تؤذى في المأكل وتؤذى في الملبس، ويمارس عليك التعذيب الجسدي يوميا. عندما تنام أنت تتعذب، عندما تأكل، عندما حتى عندما تجلس ولا أحد يقترب منك، بمعنى أنه لا أحد يضربك أو يؤذيك، أنت تسمع صراخ زميل لك معتقل يتأوه، أنت تتعذب معه، تتألم معه. فحتى الهواء الذي تشتمه وتحس فيه طعم الشقاء، طعم العذاب.
في هذا السجن 6 سنوات كنا نتمنى لو أننا نمضي أضعاف لهذه السنوات 6 في سجن آخر، ونحن نقبل بذلك، لأننا يعني في سجن تدمر هناك أنت تحسب يوم بيوم كما يقال، يعني يأتي الصباح تريد أن ينقضي اليوم بأي شكل، يأتي المساء ونأتي لننام بشكل إجباري، يعني النوم هناك الساعة 6 مساء يجب أن تضع إصبع العينين طماشة على عينيك وتنام، عليك ألا تتحرك حتى الساعة 6 صباحا، وإذا رآك السجان الذي ينظر إليك من فتحة في السقف تسمى شراقة، إذا رآك تتقلب يمنى أو يسرى فعندئذ ستحل بك العقوبة. يعني كلمة معلم، المصطلح اللي يطلق السجان معلم، معناته أنت يعني غدا سوف تعاقب، هذه كلمة سهلة كان يقولها. طبعا يعني التعذيب وكل هذه الممارسات هي ليست فقط من مزاج السجان، وإنما هو تعذيب ممنهج. يعني كان مدير السجن آنذاك يتلقى التعليمات من أفرع المخابرات بأنه التعذيب الجسدي مثلا 60%، تعذيب نفسي 40%، بحسب يعني ما تصدره المخابرات. وأيضا هناك السجانون طبعا يعني أيضا تنفيذ هذه العقوبة له دور في كيفية تجسيد هذه العقوبة. الأحداث في سجن تدمر تشبه بعضها، لأنها يعني كلها أحداث شقاء في شقاء وتعذيب، ربما يعني تجد حدث أشد قسوة من الآخر، ولكن أنت شقي في كل الحالات، أنت تصارع الموت على الدوام. بقينا في هذه الحالة حتى شهر آب من العام 2001. قبل أن أتحدث عن نقلنا إلى سجن آخر هو سجن صيد نايا، أذكر أنه عندما مات حافظ الأسد في 10 حزيران عام 2000 كنا آنذاك في سجن تدمر، وعندما سمعنا بموته، طبعا سمعنا بموته من خلال مكبرات الصوت التي تنطلق من الجوامع في مدينة تدمر، عندما سمعنا بموته ربما استيقظ الأمل في نفوس العديدين، يعني بأنها هذه هي الفرصة التي يمكن من خلالها أن نخرج من هذا الجحيم. طبعا الأمل أصبح يخفت شيئا فشيئا عندما لم نرى انفراجه، وربما يعني تكرست هذه الانتكاسة بسماعنا أيضا بمجيء ابن حافظ الأسد بشار الأسد إلى السلطة. 27 تموز من العام 2001 أصدر بشار الأسد آنذاك مرسوما يقضي أو ربما هو يعني ليس مرسوم وإنما نعتبره قرار أمني قانوني، لا يعني لا أعرف تصنيفه، بأنه يقضي هذا القرار بتصفية سجني تدمر والمزة وجمع كل المعتقلين في سجن صيد نايا، وبناء عليه تم نقلنا في شهر آب في 11 من آب 2001 تم نقلنا إلى سجن صيد نايا. أنا كنت طبعا بالدفعة الأخيرة، يعني آخر 80 شخص غادروا سجن تدمر وصولا إلى سجن صيد نايا.